التي يعود تأسيسها إلى القرن الثاني الميلادي. التفاصيل مع أحمد بقاتو من واحة الخارج المصرية. واحة الخرجة واحدة من أهم الواحات المصرية الخمس، فهي عاصمة محافظة الوادي الجديد. كانت تسمى قديما بالواحة العظمى وعاصمتها هيبس، التي اشتقت من الكلمة الفرعونية هيبت ومعناها المحراث، لذا سمي أهم معالمها بمعبد هيبس الذي يرجع تاريخه للعصر الصاوي، فهو المعبد الوحيد الباقي من العصر الفارسي، حيث أسس عام 660 قبل الميلاد، ويشتهر ببواباته المتعددة، وكانت تقع أمامه بحيرة ومرسل للسفن. معبد هيبت بني على ربوة، وكان يتوسط المدينة. بيبدأ المعبد هيبت من بمحور شرقي غربي، بيمتد إلى الداخل حتى قدس الأقداس. بيبدأ معبد هيبت بأول بناء له هو المرسى. المرسى هو من عصر البطلمي، كان بيتقدمه بحيرة مقدسة عظيمة كانت بتمتد حتى الطريق الأسفلتي الحديث الذي يربط ما بين مدينة الخارجة ومدينة أسيوط. بني المعبد لعبادة الثالوث المقدس لطيبة عند المصريين القدماء، وهم الآلهة آمون وموت وخنسو. البوابة الرومانية هي أول بوابات المعبد، بنيت في عصر الإمبراطور الروماني جالبا في سنة 69 ميلادية. على الواجهة الشرقية ليها بنجد نص مكون من 66 سطر كتب باللغة اليونانية. خلف هذه البوابة بنجد طريق الكباش، وهو عبارة عن صفين من الكباش الرابضة بجسد أسد ورأس كبش، ثم بعد ذلك بنتجه غربا لنجد أجمل البوابات الموجودة داخل المعبد، وهي البوابة الفارسية. يمثل أحد الحوائط هنا في معبد هيبس ما يراه البعض لأول مرة دستورا للعلاقة بين الحاكم والمحكومين، ووضع أطر للأمور التنظيمية والقوانين التشريعية. تعد البوابة الفارسية أهم بوابات المعبد، وينتهي المعبد بصالة الأعمدة الكبرى وقدس الأقداس. المكان هنا الألوان فيه أوريجينال واضحة جدا، حتى في الترميم ما جيناش جنبها، لأن هي خلاص يعني ما شاء الله ممتازة جدا، ما يقرب من 3000 سنة ومحفوظة بشكل كويس جدا. الصالة المستعرضة بتبدأ من الخارج بمنظر للملك داريوس الأول في الأسرة 27، مكتوب تحت الملك نص بيقول على كل من يدخل هذه الصالة عليه أن يتطهر مرتين. في نهاية المعبد توجد حجرة اللي هي حجرة قدس أقداس المعبد، ويعتبر أهم مكان وأقدس مكان في المعبد. وخلف معبد هيبس تقع أقدم جبانة للمسيحيين في مصر على الإطلاق، سميت بمقابر البجوات، وهي التي تعلوها قباب وشيدت في القرن الثاني الميلادي، وبناها المسيحيون الذين جاءوا إلى الواحة فرارا من اضطهاد الإمبراطورية الرومانية. كلمة البجوات جاية من كلمة القبوات، لأن كل اللي هنا المقابر على هيئة قباب، فطبعا أهالي الواحة القدام كان يقولوا على القاف جيم جبة مش قبة، تمام؟ فالجمع بتاعها جبوات. فجه الدكتور أحمد فخر اللي عمل الحفائر هنا في السبعينات وقبل كده، تمام؟ سمى أبدل البه مكان الجيم، فبقت بدل الجبوات بقت البجوات. يبلغ عدد مقابر البجوات 263 مقبرة. إحدى أهم هذه المقابر هو مزار السلام، الذي يعد الأكثر زيارة من قبل دارس الفن القبطي والبيزنطي. مقبرة السلام أو مزار السلام بيرجع تاريخه للقرن الخامس الميلادي، عبارة عن مساحة مربعة بتعلوها قبة، كل شخصية دينية مرسومة في المقبرة عليها الاسم بتاعها باليوناني مكتوب اسمه. في القرن السابع دخل الإسلام إلى الواحات، فلما الإسلام دخل إلى الواحات هجر المكان، استخدموه الجماعة بتوع شمال المغرب اللي هي حاليا ليبيا والجزائر وتونس. استخدموه في إيه؟ كان زمان بيحجوا إلى الأراضي الحجاز، فكان بيستخدموا طريق اسمه طريق درب الأربعين، فكانوا بياخدوا الجبانة دي مكان استراحة ليهم بيستظلوا بيها من الشمس.
فلما قعدوا في الجبانه بداوا يكتبوا الخواطر بتاعتهم واسمائهم ان هم حضروا المكان. زي ما تشوف حضرتك برضو في كتاب عندي هنا، فلاقي في كتاب يعني حضر في هذا المكان المبارك العبد الفقير الى الله تعالى اصيل ابن موسى الصبري واخيه نصير ورفقتهم عبد اللطيف ابن علي الاسحاقي، وكاتب السنه اللي جه فيها 879، وكاتب شعر يا غافر الذنب اغفر ذنب كاتبه، يا قارئ الخط قل بالله امنا امين امين، لا ارضى بواحده الا اضيف لها الف الف امين. هذا المكان الذي اقف فيه الان يمثل بقايا ثاني اقدم كنيسه في مصر بعد كنيسه الحيز الموجوده في الواحات البحريه، وقد تم بناؤها في اعلى نقطه في مقابر البجوات. حيث تقع الكنيسة البازلكية في وسط المقابر وتطل على مدينة الخرجة القديمة. الكنيسة عندي هنا في الجبانة هي الكنيسة الرئيسية لجبانة البجوات، مكتملة الوحدات المعمارية موجودة كلها. احنا حاليا دلوقتي في صحن الكنيسة، واللي مقسم الى ثلاثة اروقة عن طريق 10 اعمدة. الرواق الوسط اوسع من الرواقين الجانبيين، بينتهي معايا هنا في الشرقية اللي موجودة في الناحية الشرقية. وعندي هنا ثلاث حنيات بيضاويه معقوده وثلاثه صغيرين، وده رمزيه دينيه مسيحيه بترمز الى الثالوث المقدس الاب والابن والروح القدس. مدخل الكنيسه من الناحيه الجنوبيه، وكان بينتهي عندي بحوض يسمى حوض اللقان، وكان بيوضع فيه ماء مقدس. اللي كان بيدخل الكنيسه كان بيغسل رجليه قبل ما يدخل الى الصحن، اقتضاء بان السيد المسيح غسل ارجل تلاميذه ال 12. هنا يقع مزار أو مقبرة الخروج التي تحكي قصة خروج بني إسرائيل من مصر. فبتبدأ قصة الخروج بسيدنا موسى بيتكئ على عصا، بيتقدم شعبه بني إسرائيل، خلفه شعبه بني إسرائيل بيحمل الأمتعة ومنهم من ينتطي الجواد. وبعد كده الفنان فصل بشجرة ما بين بني إسرائيل وجنود فرعون اللي بيلحقوا ببني إسرائيل. وتبقى مزارات واحة الخرجة دليلا واضحا على أهمية الواحات وساكنيها عند الحكام المصريين منذ آلاف السنين.